السؤال التاسع: أولادي يحبون طيور الزينة وأسماك الزينة، هل شيء يعني هل هناك مانع شرعي لأن أثمانها مرتفعة؟ وجاري لا يقول يعني يقول لا يجوز حبسها. لا، حبس الحيوان لا مانع منه شرعا. الإنسان يحبس الأغنام، الإنسان يحبس الخيول، الإنسان كل هذه يجوز حبسها. ليس المنع في حبسها، وليس المنع في التزين بهذه الأسماك أو بالطيور، هذا كله ليس ممنوعا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وهنالك قال: لتركبوها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يعني سيتزين بها، فهذا كله ليس ممنوعا. لكن المنع في شيء واحد يظهر من حديث المرأة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم أنه دخلت امرأة النار في هرة حبستها، ليس دخولها بسبب الحبس، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالمنع ليس في الحبس، وإنما أنها لم تطعمها ولم تعطها ما تريده وتضطر إليه من مأكل ومشرب. ما على ذلك مما خلقه الله تعالى لنا للزينة، فإن لم يكن هنالك إسراف وكان هذا الإنسان مالكا للأموال التي لا يفضل بها هذه الأشياء على أشياء لازمة، فلا حرج عليه، والله أعلم.